حول تدشين جهاز الاستثمار العماني صندوق عماني المستقبل برأس مال يبلغ 2 مليار ريال عماني. هذا التدشين تم صباح هذا اليوم، وهناك كان لقاء إعلامي وحضور كذلك مجموعة من المسؤولين وبعض الرؤساء التنفيذيين، وسنتعرف إن شاء الله أكثر على الجهود التي بذلت يعني منذ الإعلان عن صندوق عماني المستقبل إلى اليوم وتدشينه الرسمي من خلال ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ راشد بن سلطان الهاشمي، مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل. أهلا وسهلا بك الأستاذ راشد. حياك الله، سعيدين بالتواصل معك، ونبارك لكم هذه الجهود التي بذلت الفترة الماضية وصولا إلى هذا اليوم التدشين الرسمي لصندوق عمان المستقبل. شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه مباركة لجميع من يسكن على هذه الأرض الطيبة، ومس عليك مرة أخرى بالخير على متابعينك الكرام، والحمد لله رب العالمين. هذه بادرة خير وانطلاقة جديدة لنهضة عمان الاقتصادية. الحمد لله رب العالمين. من خلال الاشتغال خلال الفترة الماضية، ما هي أبرز الأطر العامة التي تم تحديدها لصندوق عمان المستقبل، سواء من خلال تحديد القطاعات والفئات المستفيدة من هذا الصندوق؟ نعم، الإعلان عن تأسيس هذا الصندوق في الأوامر الثانية المطاعه في شهر 5 إلى الآن، تم العمل على عدة محاور مع شركاء متعددين، ومن هذا المنبر أوجه تحية لوزارة المالية الموقرة، وكذلك لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زملائي العاملين في جهاز الاستثمار على الوصول لهذه لهذا المستوى، مستوى تدشين هذا الصندوق. فاليوم الصندوق يعمل برأس مال 2 مليار تتضخ على مدار 5 سنوات بواقع 400 مليون للسنة الواحدة. ويستهدف هذا صندوق الضخ 90% من رأس مال المشاريع الاستثمارية الكبرى، وهي مشاريع النمو الجديدة أو القائمة منها التوسعية، بحيث أن تكون مجدية اقتصادية. وكذلك في الجانب الثاني لا ننسى الشركات الصغيرة المتوسطة والناشئة منها، تم تخصيص 200 مليون لهذه الشركات بهدف الضخ كذلك على مدار 5 سنوات في جميع القطاعات باستثناء النفط والغاز وكذلك العقارات، كون أن معظم ثرواتنا منها. ونركز على القطاعات أخوي عبد الله، قطاعات رؤية عمان 2040، وكذلك قطاعات الناشئة الواعدة كالطاقة الخضراء والاتصالات وتقنية المعلومات. نعم الأستاذ راشد، نستطيع القول الآن أنه محفظة جديدة انضمت لجهاز الاستثمار العماني؟ كنا دائما نسمع أن هناك محفظة للتنمية الوطنية ومحفظة للأجيال، هل صندوق عماني المستقبل يعتبر وكأنه محفظة ثالثة من محافظ الجهاز؟ نعم بالفعل، هي محفظة ثالثة تتناسق مع أدوار جهاز الاستثمار العماني، خصوصا التنمية الاقتصادية. نعم، حتى نضع المستمع والمتابع في الصورة بشكل أوضح، ما هو الفارق الذي يشكله صندوق عمان المستقبل مقارنة بجميع الأدوات والأذرع التمويلية؟ لأنه في جهود بذلت خلال الفترة الماضية بشكل أو بآخر لدعم وتمويل مختلف المشاريع، سواء في قطاعات التنويع الاقتصادي أو حتى في قطاعات ابتكارية وقطاعات تخص رأس المال الجريء وغيرها يعني من الجهود، وانت على دراية كافية بها الأستاذ راشد. نعم بالفعل مثل ما تفضلت الأخ عبد الله، هذا الصندوق صندوق عمان المستقبل جاء أشمل، وكذلك من ناحية الكم أكبر حجما، لكن مثل ما تفضلت هي مكملة للجهود السابقة في هذا السعي الحكومي للتنمية الاقتصادي. فجاء نفس الشيء يستوي جميع القطاعات ويركز على القطاعات الأكثر نشاطا والتي يعول عليها أن تقود التنمية الاقتصادي، لكن بالشراكة مع القطاع الخاص. هذه الفرقية، أن يكون القطاع الخاص هو المحرك والقائد، وبالتالي تقوم معظم هذه الأولية عمل هذا الصندوق على التقديم على الشراكة مع صندوق عمان المستقبل بالشراكة في حصص المشاريع، على أن لا تزيد حصة صندوق عمان المستقبل عن 40%. والهدف منه أن تترك الأريحية في القيادة في القطاع الخاص. نعم
بما أنه أحد أهداف الصندوق هو تعزيز مكانة الشركات الناشئة العمانية ضمن المنظومة العالمية، بالإضافة طبعا إلى استهداف مشاريع ابتكارية واستهداف كذلك قطاعات يعني تخدم الجوانب الابتكارية المستقبلية، هذا يعطينا نتيجة أو ملمح مباشر حول المخاطر المتعلقة بتمويل هذه المشاريع. كيف يدير صندوق عمان المستقبل مخاطره وكيف يتعامل معها وما هي قدراته في التعامل معها؟ ما شاء الله عليك عبد الله، طرقت لعدة نقاط في آن واحد، نضع لها عنوان واحد وهو المخاطر. إدارة المخاطر هو الفرص واللبنة الأساسية لبناء أي اقتصاد، هو الشركات الصغيرة المتوسطة والناشئة. فالناشئة تأتي كمرحلة قبل الشركات الصغيرة المتوسطة. فإذا ما نستثمر اليوم نحن كصندوق عمان المستقبل وشركائنا من ذوي الأفكار، اليوم أنت يمكن كمبتكر تقدم بالفكرة. وهناك في برنامج للشركات الناشئة تبدأ فيها، تبدأ من رأس مال بسيط إلى حتى توصل 250 ألف وأكثر. فيمكن تبدأ من هذه المرحلة، وبالفعل هذه المرحلة مرحلة نمو كبيرة، وتعرف أنها مرحلة مخاطرة، لكن هي يخصص لها 3% رأس المال، وكذلك أوجه لشركائنا في إدارة هذه الصناديق المتخصصين شركات الملكاء وشركات عمان تجو سايفر في مرحلة الانطلاقة، اللي لهم دور كبير وسجل أداء في هذا الجانب، سيقوم بإدارة هذه التخصيصات للاستثمار نيابة عن صندوق عمان المستقبل أو الجهة التحلية، فهم سيقومون بالإدارة عن نيابة عن صندوق عمان المستقبل، وسيكون كذلك رصد الأداء السنوي والاستفادة من تجاربهم السابقة. فهناك نفس الشيء آلية للاستفادة من التجارب السابقة والتخصيص المشاريع النوعية التي تستهدف النمو، وكذلك نشوف شبابنا المستقبل الكبير لإحداث الفارق. نعم. قد يتساءل البعض، الأستاذ راشد حددت المستفيدون أو المستفيدين من خدمات الصندوق أو تمويل الصندوق ومن ضمنهم المستثمرون الأجانب، قد يتساءل البعض لماذا المستثمرين الأجانب موجودين من ضمن الفئات؟ نحن تعودنا دائما في صناديق مثل هذه أنها تستهدف المشاريع والشركات العمانية. المستثمر الأجنبي أخ عبد الله داخل أرض السلطنة، فأي واحد عند الثقة في اقتصادنا، ونستهدف كذلك المستثمر الأجنبي ذو الخبرات النوعية في قطاعات نفس الشيء رئيسية إما تقود النمو العالمي المتسارع في التقنية المختلفة والنوعية، أو تقود تصنيع على باب الخصوص، لكن في جميع القطاعات فنحن نستهدفهم نعم، ونكون شركائهم الموثوقين لتعزيز التقدم، وبالتالي على كل الحوالي يضخوا 60% من حصص هذه المشاريع. نعم. لكل من يستمع لنا ويتابعنا الآن، كيف بإمكانه الاستفادة من صندوق عمان المستقبل وآلية تقديم طلبه؟ الجميع إن شاء الله مستفيد من صندوق عمان المستقبل، والهدف الرئيسي يعني تعزيز الرفاه لجميع المواطنين أيا كانوا، إما بسد ثغرة الاحتياج المحلي أو التصدير إلى الخارج، سواء كنت أنت رائد أعمال صغير أو قطاع خاص يستهدف الداخل أو الخارج، ممكن أن تقدم على فرص الشراكة مع صندوق عمان المستقبل. فإذا كنت من شركة صغيرة المتوسطة الناشئة، يتم توجيه هذا شركائنا الاستراتيجيين في إدارة الأموال في هذا الجانب، أو إذا كنت من شركات الكبرى فأهلا وسهلا بكم، ما عليك إلا أن تدخل في الموقع وتقدم. نعم. يعني دائما نسمع من الشركات ورجال الأعمال أحيانا أنهم يتحدثوا عن طول المدة التي يستغرقها الحصول على تمويل لمشروع معين يتقدموا عليه. اليوم كيف الصندوق حدد الأطر الزمنية الواضحة للتعامل مع هذه الطلبات؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا حكومة كنز الاستثمار العماني قائمة على الشفافية، وقائمة كذلك على السرعة في تنفيذ الأعمال، وهو ملموس في إنجاز الخطة الداخلية، واستمدادا من هذا
سيكون الموقع تفاعلي مع مقدم الطلب، فبإمكان اليوم يرى مرحلة الطلب، وإذا في استبيانات معينة من طريق صندوق عمان المستقبل كذلك سيتم التوجيه فيها عن طريق لوحة الأداء اللي هو الداشبورد. نعم أستاذ راشد، كيف بيستفيد جهاز الاستثمار العماني من إمكانياته العالية وخبرته في مسألة أحيانا التكامل والمواءمة بين المشاريع والاستثمارات التي كانت موجودة على سبيل المثال في محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال؟ يعني هناك دائما استفادة من المحفظتين، اليوم موجود صندوق عمان المستقبل، كيف سيتكامل ويترابط مع الفرص في المحافظ الأخرى؟ سؤال جميل جدا أخي عبد الله. اليوم في خبرة كبيرة من إدارة 166 شركة محلية في الداخل أو أكثر من كذا، فكثير من جوانب الاقتصاد والثغرات في حلقات الإيكوسيستم في هذه القطاعات موجودة عندنا مؤطرة، فيمكن كذلك البناء عليها لمشاريع النمو الاقتصادي في الداخل ولها جدوى كذلك يمكن تنفيذها. فهذه بالتشارك وتكاملية مع خبراتنا السابقة. نعم أخي. نعم، هل هناك أسقف معينة للتمويل سواء بشكل عام يعني خلال عام واحد أو حتى من خلال طبيعة الشركات إذا كانت شركات صغيرة متوسطة وناشئة، ما هو السقف والمشاريع الأخرى، ما هي طبيعة هذه السقوفات في التمويل؟ طبعا في عن طريق الموقع بيكون شارح لذاته لكل فئة من الفئات اللي تكلمنا عنها سقف معين، وكذلك نحن نؤمل على جميع الشركات والمشاريع أنها تنمو للمرحلة الأخرى بحيث أنها تأخذ التمويل اللي في المرحلة اللي بعدها. فعلى سبيل المثال الشركات الكبرى تبدأ من تمويلها للأربعين بالمئة من حصة المشروع، تبدأ من 5 مليون إلى 100 مليون ريال عماني للصفقة الواحدة أو طلب الشراكة الواحد. وهذا ضخ كبير صراحة في المشاريع. أما الشركات الصغرى تمتد طبعا إلى 250 مليون وأكثر، عفوا 1000 وأكثر، والمتوسط إلى 5 مليون. نعم. ونعول عليهم أنهم يبنوا ويتأهلوا للمرحلة الأخرى الأكبر، المتوسطة تنمو إلى الكبرى وهكذا. نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا ويبدو أنه كذلك من رجال الأعمال أو من المشاريع الصغيرة المتوسطة، كان يسأل عن خطط مشاريعنا المحلية أو شركاتنا المحلية التي تتوسع خارج سلطنة عمان، هل يعني بإمكانها الحصول على فرص تمويلية للتوسع خارج سلطنة عمان؟ نحن نعرف يعني بدأت شركات عمانية ما شاء الله في أنها تتواجد يعني في دول عالمية. جزيلا على هذا السؤال، وبالفعل الاستهداف الرئيسي لصندوق عمان المستقبل هو بناء التنوع المقصود داخل أرض السلطنة ودعم الشركات العمانية بما يستقلب العملة الصعبة للسلطنة كأحد المحاور الرئيسية لهذا الصندوق. لكن الضخ يكون في المشاريع القائمة داخل السلطنة وبنسبة لا تزيد على 40% بشكل عام. ينظر في مثل هذه فرص نوعية على مدودها الاقتصاد الوطني كمنظومة، فأبعادها الاقتصادية والمالية وكذلك على الدولية من ناحية المعيار التجاري والاقتصادي الدولي للسلطنة. نعم، يعني قبل الختام الأستاذ راشد، يبدو من كمية العمل والقطاعات المستهدفة اللي ذكرتها أنه بيحتاج لكم اشتغال كبير في صندوق عمان المستقبل لتقييم ومعرفة جوانب مثل هذه الفرص، خاصة أنها مختلفة في قطاعات مختلفة. فكيف كذلك هيئ الصندوق نفسه في قدرته على استيعاب يعني كل هذه المشاريع وقراءتها يعني بشكل يسهل قرار تمويلها؟ الحمد لله اليوم لنا عندنا في جهاز الاستثمار الفريق المرن القادر على دخول في أي تحقيق اقتصادي لأي فرصة اقتصادية، طبعا بالإضافة إلى أتمتة هذه البيانات وسرعة فرزها بحيث أنه تكون تفاعلي مع المستثمر وفي نفس الوقت تترك القيادة للقطاع الخاص. فنحن اليوم سنواكب سرعة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع بإذن الله، وفي نفس الوقت عندنا الفريق من داخل جهاز الاستثمار متعود على إدارة المشاريع الكبرى.
خبرة في داخل وخارج السلطنة. فعندك مثلا شركات الجهاز اللي تمت دولتها في بموجب المرسوم السلطاني أكثر من 60 شركة. وتمثل نسبة كبيرة من الدخل المحلي. فتم الحمد لله قيادتها بنجاح بتعزيز الجميع من شركات ومنظومة الجهاز فريق عمل الجهاز. كذلك هذا امتداد صندوق أعمال المستقبل. عندنا تارجت ولا مستهدف معين لعوائد الصندوق؟ نحن طبعا العوائد هي جزء رئيسية من استدامة الصندوق. فالصندوق عمال مستقبل هدفه قطاعات النوعية اللي تكلمنا عنها اللي تستهدف التنويع وكذلك عوائد الترد فيه. فاستدامته هي ضرورية ونستهدف كذلك اللي يرضى به القطاع الخاص بهذه المشاريع بإذن الله. ما شيء نسبة للعوائد محددة؟ نعم في نسب تختلف على حسب المشاريع بشكل عام. زين يبدو انه ان شاء الله خلال الفتره القادمه يمكن تكون اوضح يعني بالنسبه لنا باذن الله تعالى. وكل التوفيق لكم الاستاذ راشد. سعيد جدا بهذا الحوار معك والتعرف اكثر على صندوق اعمال المستقبل. باذن الله وشكرا جزيلا لكم ولمتابعكم الكرام واهتمامكم بصندوق اعمال المستقبل. باذن الله نلتقي مره اخرى في مشاريع اللي نحددها بصندوق اعمال المستقبل باذن الله. شكرا جزيلا لك استاذ راشد بن سلطان الهاشمي مدير اول استثمارات صندوق اعمال المستقبل. ويعني استبشار حقيقه بصندوق بهذا الحجم 2 مليار ريال عماني ويستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي، وبالتالي هناك فرصة كبيرة سواء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وشركات القطاع الخاص بالحصول على تمويل لكثير من الاستثمارات إن شاء الله تعالى بما يخدم التنوع الاقتصادي في البلاد، ويكون عندنا اقتصاد يعتمد على الابتكار والمعرفة وممكن رئيسي لاقتصاد البلد خاصة في جزئية التنويع. نحن نعرف يعني لا زالت بلداننا في دول الخليج بشكل عام وفي عمان بشكل خاص كذلك تعتمد بحصة كبيرة على النفط والغاز، وبالتالي أصبح ضرورة ملحة وجود قطاعات التنويع الاقتصادي. اليوم أغلب مواضيعنا اقتصادية، لذا إن شاء الله بعد دقائق سننتقل للحديث عن ملتقى التنمية وفرص الأعمال بمحافظة مسندم الذي نظمه بنك التنمية بالتعاون مع مكتب محافظ مسندم، وفريق الشبيبة كان حاضر في هذا الملتقى من خلال زميلتنا جميلة الزيدية وزميلنا عبد العزيز الريامي، وتابعته مجموعة من اللقاءات والتغطيات الحاضرة في هذا الملتقى. وبعد قليل إن شاء الله سيكون معنا ضيف من بنك التنمية إن شاء الله تعالى. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.